عفارم عليك يا استاذ فهد. البنت اللي انت جبتها دخلت مزامره اوب بي ام، ده حتى اداني 5 جنيه. بقيتي زي مالكيش مكان تاني. مش كنت تقولي انك مقعدني هنا عشان تبسط اصحابك الاغنياء؟ ليه وعدتني بالعيشه الشريفه النظيفه؟ ليه يا فهمي؟ انا ما طلبتش منك تعمل كده. انت يا فهمي، انت ازاي تسيبني عملت فيا كده؟ ازاي يا فهمي؟ ازاي؟ انا زيك بالظبط، فوجئت باللي حصل. على العموم الشارع ارحم، على الاقل محدش هيكسبني اعمل حاجه انا مش عايزاها. ما انت جربتي الشارع، خدت منه ايه غير الضرب والبهدله؟ فكرك كويس يا سنيه، الظروف اللي احنا عايشينها مش هتدينا اكتر من اللي احنا فيه. لازم الاول نغيرها، لازم يبقى في قوه الناس اللي مرمغونا في التراب، ساعتها هنقدر نقف قصادهم ونبقى اسياد زيهم. يمكن احنا كمان اللي نقدر نمرمغهم في التراب. كل اللي احنا محتاجينه شويه صبر. صبر. بس اللي خلاك تيجي وشحطت نفسك يا فهمي هي بس يا ابني مصاريف، مالكش حق ابدا يا عوض. انا مش قلت لك ما تبعتلوش؟ دي كلام يا خاله. ده ابنك اللي مالكيش غير. بقى تبقي تعبانه يا امه، مش عايزين انا اطمن عليكي، ده انت اللي ليا في الدنيا. مش كفايه اني ما بقتش قادره ابعتلك مصاريفك؟ لا بقيت كويس قوي، ما تفكريش في الحاجات دي. المهم انت تقومي بالسلامة. هو الدكتور قال ايه بالظبط؟ قال لازم العملية والا يبقى عليه العوض فيه. ما قالش تكلف كام؟ حوالي 500 جنيه ويمكن اكتر كمان، ولازم يندفع 100 جنيه في الاول تحت الحساب. طيب ممكن اعرف التفاصيل؟ 300 جنيه اتعاب الدكتور و100 جنيه اجرة الاوضة. 100 جنيه ايجار الاوضه؟ هي جايه الصيف، دي جايه تتعالي. امال لو اوضه درجه اولى كنت قلت ايه؟ كنت قلت لا اله الا الله، المهم غيره. فتح اوضه العمليات 50 جنيه. هو ده كان حصلت قوي للدرجه دي؟ وبعدين معاك يا حضرتك، انت جاي تتريق ولا ايه؟ يا عم لا بتريق ولا حاجه، انت حد يقدر يتريق عليكم؟ انتوا بتتبعوا العالم مش بتعالجوه. انا اسف يا فهمي، ال 100 جنيه اللي انا كنت مدكنهم واشتريت بيهم حشيش ما قلتليش ليه قبل كده؟ اسمع، ما تشوف مدحت ولا كمال، اكيد واحد فيهم هيديك اللي انت عايزه. ولا يهمك. متاسف يا فهمي، البنت بتاعت الباليه مش هتضاني اول اول، جرب على مدحت يمكن تلاقي. كويس نعمل حتة قبل ما تنزل. بقول لك ايه يا بنات، انا امي تعبانه ومحتاج قرشين عشان عايز ادخلها مستشفى. طب ما توديهم مستشفى حكومه، ما يعني لازم مستشفى خاصه. ايوه بس دي محتاجه واسطه وهي لازم تعمل عمليه بسرعه. اسف يا فهمي مش هقدر اعمل لك حاجه، معلش انا مستعجل شويه. لكن ورحمة أمي من النهارده أنا مش هعرف ساكت.